السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو غادي نهضر لكم على واحد الموضوع اللي كتسولوني عليه بزاف، وبغيت نساعدكم في هذا الموضوع. هذا هو انواع ديال كريم الاساس الخاصه بالبشره الجافه. هنا جبت لكم ماركه، كاين في هذا النوع هذا كاينه ماركه غاليه وكاينين ماركات الرخاص اللي يقدر يشريهم الواحد اللي ما يقدرش على الماركات الغاليين. المهم اول حاجه كاين هنا ماركه ديال ميركادونا. المهم اول حاجه غادي نبدا لكم هو بهذا الفوندو تان، هذا من ماركه استيلودر. هذا كما كتشوفوا هذا الفوندو تان، هذا كنهضر لكم عليه بزاف ديال المرات حيت زوين وفيه واحد يعني ماشي بحال ديال ماك هكا كيكون مات وكيكون ناشف، هذا كتحسي به شي شويه كيعطي واحد يعني كيعطيك كيغدي لك الوجه، وبحال فيه واحد الكريم مرطب البشره. المهم هذا البنات ننصحكم به، البنات اللي عندها جميع انواع البشره تقدر دير بهذا، الجافه المختلطه الدهنيه الحساسه، يعني اي انواع ديال البشره تقدر دير هذه الماركه هذه ديال استيلودر. بالنسبه للناس اللي غايقولوا لي فين خديتي، يعني هذا غادي تقدروا تحصلوا عليه في جميع تيانداس، كاين في بريمور، كاين في كورت انجليس، يعني واحد الماركه عالميه اللي ما تقدروش يعني تحيروا فين تاخذوها. كيكونوا في بيرفوميرياس، كيكون في الكورت انجليس، كاريفور لا مشتوش، بريمور في يعني غادي تلقاو وقيله شتو بحال في دروني، يعني هاد الماركه هادي ما غاديش تحيروا فيها. بالنسبه للناس اللي باغيين هاد اللون هذا اللي خديت انايا، هو هذا هو الكود ديالو، هو شيل بيج 4N1. من بعد ما هضرنا على الماركه الاولى غادي ندوزو ننصحكم بالماركه الثانيه اللي من هاد الماركه هادي ديال بورجوا. كما كتشوفوا هاد بورجوا هذا كيصلح للناس اللي عندهم البشره جافه بزاف 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 بزاف، يعني ماشي غير هكا، يعني جافه بزاف وكينوض فيها داك القشور وداك الشيء. ننصحكم تاخذوا هاد بورجوا هذا. هاد بورجوا هذا الا ما تلاقيتوش غادي نخلي لكم فوندو تان تاني دابا اللي ما عنديش هنايا، ديال اللي شاركت معكم كيتباع في ميركادونا هو ماركه عالميه من الماركه ديال ماكس فاكتور، حتى هو تيكستور ديالو ولا تيكستوره ديالها دايره بحال هاد بورجوا هذا. باش زوين هاد بورجوا هذا يا البنات، المهم هاد بورجوا هذا اللي غيسولني عليه راه شفتو في بريمور، انا شريته في اي باي، شريته ب 11 اورو وفي بريمور حتى هو كيدير بديك 11-12 اورو. هاد بورجوا هذا راه فيه حتى الكوريكتور ديالو بالنسبه للناس اللي عندهم الهالات. هذا باش عجبني بزاف فيه الفيتامينات، يعني فيه فيتامين سي وفيتامين او وفيتامين بي 5. كما كنعرفوا هاد فيتامين سي كيبيض البشره، يعني مع الوقت الا كنا كنديروا هاد الفوندو تان هذا غيبقى يفتح لنا البشره ديالنا وكيبقى 16 ساعه كما كتشوفوا البنات. وفيتامين اي راه كيرطب البشره، هذا ديال الناس اللي كيبان لهم العيا في وجههم. انا كنت خديته في رمضان، يعني قلت من مورا العيد نديرو، كما كنعرفوا في رمضان كيكون الوجه ديالنا فيه العيا وداكشي مع السهر وداكشي، خديته على حسب نهار العيد باش نديرو الوجه ديالي. الصراحه كيعطي واحد كيخلي لك البشره ديالك مشرقه وما كتبانش هكا بحال العيان. بالنسبه للناس اللي غيسولوني على النمره اللي عندي، هو اني 56. هذا البنات شي شويه غامق على اللون البشره ديالي، الا قدرتوا تلاقاو شويه فاتح على هاد ان 56، يعني 53 ولا 50 51 يقدر تلاقاوه يجيكم يعني فاتح على هاد اللون هذا. المهم غادي نجربو في اليد ديالي، صراحه كيعطي واحد التغطيه طبيعيه، ماشي داك النوع اللي كيبقى يبان هكا بحال طرو شارجي، هذا راه كيبان كيعطي يعني كيغطي وفي نفس الوقت كيعطي واحد التغطيه اللي كتبان طبيعيه بزاف. هذا اوسو دياريو، يعني تقدروا ديروه يوميا
والريحه ديالو راه ما نقولش لكم البنات، الريحه ديالو كتشف بحال الريحه ديال الفروتاس. هذا كيصلح للمناسبات وداكشي، وهذا اوسو دياريو. دابا غادي ندوز نوري لكم من ماركه ديال ميركادونا بالنسبه للناس اللي ما حداهمش بريمور كاريفور. لا كاريفور هذا لا، في بريمور ودروني وفي بيرفوميرياس الاخرى، حتى الكورت انجليس راه شفتو عندهم. هذا البلاس ديال ميركادونا كما كنعرفوا، هذا ديال ميركادونا شاركت معكم بزاف ديال المرات، ودايرين باللي كيصلح بارا طودو تيبو دي بييل. وهذا طونودوس، هذا كاع هو البيض كاع اللي عندهم تما في ميركادونا كما كتشوفوا. هذا رقم جوج، وهذا راه كيجي مع اللون ديال عمقي، يعني لونه بيض. يعني هذا البنات هو اللي طوب عندي كاع اللي جربت في ميركادونا، هذا هو طوب بالنسبه ليا. تي راه كيعطي واحد التغطيه زوينه بزاف، وكتبان طبيعيه بحال ما كتبانش بحال كاتخو شارجي. بالنسبه للناس اللي كيبغيو واحد التغطيه اللي تكون هكا خفيفه، كتشوفوا راه دايرين ايدراتاسيون، وكما كتشوفوا راه داير. بغيت نقول لكم بلي راه كاين جوج طونوس، كاين هاد الطونو كلارو وكاين اللي كيبان ناتورال، وكاين طونو اوسكورو. طونو اوسكورو بالنسبه للناس اللي سمرين بزاف بزاف بزاف، وطونو كلارو اللي داير اللون ديالهم بحال ديالي ولا باغيين طونو بيض. المهم هذا البنات صراحه كما كتشوفوا راه واحد البيبي كريم زوينه بزاف، الريحه ديالها واعره وكترطب وكتخلي واحد التغطيه زوينه بزاف. راكم شفتوها في الفيديو ديال البارح اللي درتها في وجهي، وحتى في الفلوغ ديال عيد ميلاد حتى هي درتها في وجهي. صراحه كتغطي مزيان، كتجي بحال فوندو تان خفيف روعه بالنسبه ليا. المهم بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش يديروا، ننصحكم نصيحه، يعني ما تبقاوش ديروا الفوندو تان يوميا في الوجه ديالكم، حيت الفوندو تان كيخسر لينا البشره ديالنا، هو اللي يعني يدير لنا المشاكل ديال البشره، كيبدا تولي لنا ناشفه البشره ديالنا، كتبدا تقشر. ننصحكم ديروا بروتيكتور سولار، وبالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا يعني شي حاجه هكا كولور ولا فيها اللون، ننصحكم تاخذوا بيبي كريم، و يعني تقدروا تاخذوا هذه ديال ميركادونا ولا اي بيبي كريم نتوما عجباتكم، تبقاو ديروها، تبقاو استخدموها يوميا، حيت ما غاديش يضركم بحال ما كيضر الفوندو تان. الثمن ديالها كيدير ب 4 اورو قل. ما هذا هو الموضوع ديال اليوم، نتمنى يعجبكم. اي سؤال كما ديما خليوه ليا في الكومنتار لتحت، راه كنجاوبكم كما ديما، دائما كنجاوبكم على الاسئله ديالكم. اي حاجه بغيتوها خليوها ليا في الكومنتار لتحت. كما كتعرفوا دائما كنقراكم، وبسلامه حتى المره اخرى ان شاء الله.